حدثينا عن وضع العوائل اللي موجودة هناك، شلون كانت الحالة؟ كان اكو اطفال وشنو كان وضع الاطفال في حال انه مصابين وموجودين بالحجر؟ نعم، أنا كنت بالحجر الصحي داخل المستشفى مدة 20 يوم، لكن أنا على تلامس مباشر مع العوائل، 51 مريض عندهم عوائل كانوا بالحجر الصحي. طبعا الحجر الصحي في المكان جدا راقي مرتب برعاية طبعا دائرة صحة كربلاء والعتبة العباسية والحسينية، كان فنادق أو مدينة الزائرين. لكن الفكرة كانت أنه الأطفال، يعني أنا أحب أوجه أنه الأطفال من الطفل يعني يصير عنده انفلونزا او يكون بعياء او تعب او سخونه، لا يعتبر هذا الشيء انفلونزا عاديه، لان احنا حاليا في جائحه كورونا، وجائحه كورونا معناتها انه الطفل سواء كان ملامس لشخص بوزيتيف او اذا كان ما مسافر مو معناتها انه ما عنده كورونا، معناتها تصير عنده كورونا فيروس لكن بنبض اقل وطئه حتى من الانفلونزا العاديه ممكن تصير عنده. فاني اناشد اطباء الاطفال بخليه الازمة انه يتبون على هالموضوع، ويكون اكو فرق يوميه للكشف عن الاطفال، لان الطفل ما راح يتاثر بشكل عام، بالعكس يكسب مناعه، لكن انه الكبار السن المتواجدين بالحجر الصحي بالفنادق هم يكونون صراحه في خطر من التقاط العدوى، لان نعرف ما يلتزمون بالتباعد مسافه متر واحد، يكون اكو بين العائله الوحده تلامس، فهذا خطير، وهذا يتركنا بأزمة صراحة إذا كان صحيح أكو أحد الأطفال مصابين. طيب دكتورة، أنت نانا تقصدين يعني أنه الأطفال اليوم يكونون حاملين لهذا المرض وينقلوه، لكن مدى يتم تشخيص أنه هم حاملين هذا الفيروس؟ نعم، لأن عوائلهم يقولون هاي الإنفلونزا عادية وما يبلغون الطبيب الموجود. نعم. فلازم انه ما طول انه العائله اذا ترفض انه اقتناع انه هاي ممكن تكون كورونا، فلازم اكو فرق او طبيب على الاقل يوميا يكون بكشف على هؤلاء الاطفال، او تشيك الحراره اليوميه بشكل مباشر من قبل الطبيب، لان احنا نعرف الجهاز ممكن اللي هو جهاز، لازم اكو طبيب يعني ينتبه على هذا الموضوع. واني بلغت ان شاء الله خليت الازمه محافظه كربلاء، فأتمنى هذا الصوت يوصل لكل محافظات العراق اللي يشاهدوني، أنه الأطفال بالحجر الصحي الطوعي للملامسين لازم يتم تشخيصهم من قبل طبيب أطفال، هل أنه هاي إنفلونزا أو ذات رئة أو كورونا. نعم. لأن هم في خطر محدق أنه ينقلون الإصابة لكبار السن المتواجدين بالحجر الصحي بالفنادق.